السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، سنقدم لكم في هذا الفيديو فكرة غير مستهلكة وجديدة نوعا ما للمشاريع الصغيرة التي يمكن العمل عليها من المنزل في حالة الأحجام الصغيرة. أما الذين يريدون الأحجام الكبيرة فهي متوفرة طبعا بأحجام كبيرة، ونحن طبعا نقدم لكم الفكرة بكل حيثياتها، حيث نحاول الإحاطة بجميع كيفياتها للتوجيه الراغبين في الاستثمار نحو استثمارات ناجحة نوعا ما، أو على الأقل ناجحة في بعض المناطق. فمثلا هذه هي الفكرة للمشروع، هي عبارة عن آلة إنتاجية لإنتاج المجففات. المجففات ما هي؟ هي الفواكه والخضر أو حتى الأسماك المجففة لتجفيفها. فكما نعلم ففي حال في أوقات الجني يمكن أن تنخفض أسعار الخضر أو الفواكه إلى أدنى مستوياتها، حيث أن الفلاح حتى التبرع بتلك المنتجات لا يسع التبرع بها وإنما رميها هكذا في العراء. فلاستغلال هذه الوضعية فيمكن للمستثمرين في هذا المجال استغلال هذه الوضعية للنجاح وإنتاج منتوجات تستمر لمدة طويلة على الأقل سنة. كما نعلم فهي مستهلكة ومنتجات مرغوب فيها، خاصة في المناسبات أو الأعراس أو الأعياد وحتى في شهر رمضان الفضيل. فبالنسبة للذين يقعون أو موجودون في أماكن فلاحية يمكن استغلالها بشدة والنجاح فيها بإذن الله تعالى. في الجزء الثاني من هذا الفيديو إن شاء الله بعد قليل سوف نعطيكم تفاصيل هذا المنتج وكيفية العمل بهذه الآلة خطوة بخطوة بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.